حياكم الله. اليوم عندنا العديد من المواضيع، خلنا نبدأ بأولها. ثلاث وزارات تبدأ في إعداد قائمة سوداء لمقاولين الوحدات السكنية المغشوشة. في دراسة تأكد أن 84% من السعوديين يتجاهلون تطبيق ترشيد الكهرباء في مساكنهم. وتنظيم الاعتكاف آلياً في المسجد الحرام في العشر الأواخر من رمضان. وبتشوفون معنا أيضاً مغردين في تويتر يتفاعلون مع هاشتاق بعنوان تعدد الزوجات سر الحياة السعيدة. ومسجد الشافعي في جدة عمارة فريدة تحاكي الواقع، عمارته قبل 1400 سنة. تابعوا قضايا حلقتنا لهذا اليوم وشاركونا بارائكم وتعليقاتكم على هاشتاغ الراصد في تويتر. أول موضوعاتنا لليوم، تعكف وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة التجارة على إعداد قائمة سوداء لمقاولين الوحدات السكنية المضروبة اللي ثبت وجود غش في تنفيذها. وبحسب أخبار صحفية، بدأت وزارة الإسكان في التحقق من شكاوى وصلتها من مواطنين ومطورين عقاريين حول شركات عاملة في مجال التطوير العقاري تواترت بشأنها شكاوى حول آلية تنفيذها لمشاريعها السكنية اللي وصفت من قبل الكثيرين بأنها مضروبة بعد ما باعت على عدد من المواطنين شقق سكنية رديئة البناء وتتهالك في مدة بسيطة من السكن فيها لاستخدام الشركات اللي بنتها لمواد رخيصة وتتلف بعد مدة قصيرة. ذكرت المصادر أن الوزارة بدأت فعلياً في التحقق من الشكاوى اللي وصلتها من المطورين العقاريين الراغبين في أن يكون هناك سوق للمنافسة الجيدة بعيد عن تجار الشقق المضروبة زي ما وصفوهم. البيوت المضروبة زي ما وصفت أيضاً تسوق بأسعار أقل من سعر السوق لأنها منخفضة التكاليف ولأن بنائها يكون من خلال مواد رخيصة والتشطيب وتتسبب في تهالك المبنى خلال سنوات عمرها الأولى. أكدت الوزارة أنها حالياً تشتغل على إعداد قائمة سوداء بالمقاولين وبتستعين بوزارة الداخلية ووزارة التجارة لحماية المواطنين من الغش ولضمان المنافسة العادلة بين المطورين العقاريين. وأضافت أن فيه سوق كبير يقوم فيه رجال أعمال سعوديين وشركاء أجانب تقوم ببناء عماير سكنية بشكل غير مطابق للمواصفات وتقوم بتسويقها كشقق للتمليك وتبين للزبائن بعد فترة أن شققهم اللي شروها بتكلفتهم المبالغ فيها بياخذونها بعدين في الصيانة والترميم المبالغ اللي وفروها في الشراء. في هذا الموضوع ظهر هاشتاغ قائمة سوداء لمقاولين الشقق المفروشة اللي استعرضوا فيه الجهات المسؤولة عن وجود مثل هذه الشقق. أول التغريدات اللي نتكلم عنها كانت من عبد المحسن يقول يجب المطلوب قبل القائمة ضمان كامل 10 سنوات من قبل مكاتب معتمدة تستلم البلدية كشرط لإعطاء المالك شهادة إتمام بناء. التغريدة الثانية كانت عبارة عن تغريدة لأكثر من 905 من شركات التمليك يتعاملون مع العمالة السائبة ولا يوجد عندهم عمال في الأصل. هذه التغريدة تأكد أنه في عمالة تشتغل في الشقق هذه وهي أصلاً بدون أي خبرة سابقة. أبو عبد الله قال قرار ممتاز لمعرفة من يتلاعب بأرواح الناس وأرجو أن تتم معاقبتهم أيضاً. يطالب بالعقاب من قبل اللي جابته وزارة الإسكان أنه وزارة الداخلية ووزارة التجارة بتكون معهم في هذا الموضوع. آخر التغريدات كانت المروان أكد أنه يجب أن يكون هناك قائمة أخرى وتكون بمواصفات عالية يلزم فيها المقاول والراغب في الاستثمار. أما مسألة أن يترك كل مقاول على حسب ما يريد
فهذا الأمر مرفوض تماماً. وعشان نتكلم في الموضوع أكثر معنا الأستاذ نايف الحربي الكاتب في صحيفة المدينة. أهلا أستاذ نايف. أهلا حياكم الله. مسافة طويلة؟ والله لا قريبة ما شاء الله. حياك الله. هلا حياك الله. كيف حالك؟ يعطيك العافية. يا هلا حياك. حضرت موضوعنا وتابعت أنت اليوم وشوف لك تعليقات كثيرة فيه. ما شاء الله. وش رأيك في أنه اللي صاير في السوق العقاري الآن أنه في شقق أو حتى فلل يكون بنائها رخيص وشرائها رخيص؟ نعم. وفي الأخير يتورط فيها المواطن، أحياناً تنهدم أحياناً تنهد أحياناً يكون فيها مشاكل جداً كبيرة. نعم. على فكرة الإعلام الجديد هو من كشف تلك العمائر والشقق اللي يمكن كلنا شاهد تلك الصور سواء عن طريق الفيديو أو عن طريق الصور التي نشرها وسائل التواصل الاجتماعي وأيضاً حتى الصحف الورقية أو ما نسميها بالصحف التقليدية والإعلام الجديد، تحدث عن العديد في المملكة عن وجود عمائر للأسف انهارت، يعني لاحظ يمكن التربة ما يكون هناك دك جيد، ما هناك بناء جيد، ما هناك أعمدة، فقط أتى هذا المقاول وبنى يعني عدد ليس بالقليل يمكن. وأخذ في ناس لهم حاجة في البناء أخذ هالحاجة، أخذ فلوسه ومشى. أخذ فلوسهم وللأسف بعضها عن طريق البنوك. أنا أتمنى من البنوك كيف يخرج بنك ويقيم مثل هذه العماير وفي النهاية اكتشف أن هذه العماير بعد 3 شهور بعشة تنهار وتكون يعني هناك تصدعات، هناك سقوط، هناك تشققات واضحة. بعضها الخزانات المياه تشققت، بعضها أيضا ما يسمى بالحجر انهار، أيضا لاحظ بعضها حتى يمكن تشاهد نور الشمس كما يقال من تلك التشققات الموجودة داخلها. السؤال نايف أنه البنوك ما عندها أصلا مقاولين حقيقيين يشتغلون هالشغلة؟ للأسف يعني أنه اللي يروح يطلع الوحدة هذه هل هو شخص مش مختص يعني؟ للأسف هم البنوك دائما يقول لدينا مهندسين ولديهم مكاتب عقارية يعتمدون عليها ومثمنين، لكن قد يكون مثمن غير مدرك أو قد يكون مثمن شريك أحيانا مع هؤلاء فيقوم بالتمرير مثل هذه العمائر حتى يتم بيعها، سعرها تجده مناسب جدا، تجد سعر الأرض ليس يعني غالي جدا لكن تجد سعر الشقة والعمارة أو الفلة يعني نازل. أنا شاهدت حقيقة بعيني أحد الزملاء وهو أحد الزملاء الإعلاميين عنده يعني فلة شرى مجموعة فلل هو يعني وأقارب له، كان هناك بالفعل انهيار، كان هناك نزول للتربة، هناك هبوط والبناء جديد والفلل الجديدة يعني. طيب أنا هذا السؤال الشغلة هذه تقودني للسؤال، هل يلزمنا نص نظامي يعاقب المستثمر اللي قاعد يلعب بالسوق بهالصورة؟ أنا أقول من أمن العقوبة أساء الأدب. للأسف لو هناك متابعة، لو هناك تدقيق، لو هناك أيضا من دخل السوق هناك دخلاء على السوق، يعني نعرف أن كل في السوق في عقاريين، في مثمنين، في ناس لديهم دراية، لهم عشرات السنين يعملون في جانب العقار، في البناء، في البيع، لكن أن يدخل دخلاء، يعني واحد كان يشتغل بمعارض السيارات والآن صار يبيع بالفلل أو صار يبني عماير، تحتاج إلى مهندسين، تحتاج إلى متابعين، تحتاج أيضا إلى عقاب. من يقوم بهذه إحنا يمكن كنا نقرأ أول في الصحف في بلاد غير بلادنا، اليوم نجد مثل هذه العماير تبنى في الرياض وفي جدة وفي الشرقية وفي مناطق من المملكة وتنهار يعني خلال أشهر بسيطة، يعني وخلال البعضها لم يكمل العام، تجد هناك هبوط. إذن المطالبة بنص نظامي يحمي الناس هذه واجبة في الفترة الجاية. يجب والعمل الفردي يجب أن نلغي عمل الفردي، أثر علينا في محطات الوقود اليوم نجده يؤثر علينا في البناء، من يقوم بالبناء الفردي أتمنى لا يكون البناء فردي، أن تكون هناك مؤسسات شركات لديها دراية، لديها أيضا ما يسمى بالتصنيف. يجب أن يصنف هذا المقاول، إن مقاول مثلا فئة ألف، فئة باء، فئة جيم. أيضا عندنا للأسف بعض المخططات مناطق مدفونة، يعني للأسف تجدها 3 أمتار 4 دفان، تجد فيها سيارات، هياكل سيارات وغيرها، فتجد عند البعض لا يقوم بمثلا يعني كما يقال إزالة مثلا هذه التربة ووضع تربة جديدة والرص وما غيره. خلني أروح الموضوع الثاني، ما هو بعيد عن البناء لكن في الكهرباء. في موضوعنا الثاني، كشفت دراسة أجرتها الباحثة السعودية سمر خان الدكتورة في أمن الطاقة أن 84% ممن أجابوا على الاستبيان أكدوا معرفتهم التامة بمفهوم ترشيد استهلاك الكهرب لكنهم ما يطبقونه في بيوتهم. وقالت الدراسة أن جهل الكثير من فئات المجتمع بمختلف تأهيلهم العلمي والمستوى العمري عن القدر اللي تستهلك منازلهم من الكهرب بالكيلووات شهرياً، ما انعكس سلبا على طريقة الاستخدام الأمثل للطاقة ووقف نزيف الهدر. أكدت سمر خان أيضا أنه إذا عولج تحدي الارتفاع في الاستهلاك بشكل فعال وسريع يمكن تحويله إلى فرص إيجابية داعمة للاقتصاد المحلي مستقبلا. أشارت بعض الدراسات البحثية اللي أجريت على المملكة أن ترشيد استهلاك الطاقة بيوفر حوالي 230 مليون برميل نفط سنويا.
وبحسب الدراسة اللي أجرتها الباحثة سمر خان اللي أجريت على 742 مشارك لقياس مستوى الوعي عندهم في الدراسة، الذكور أعلى من الإناث بنسبة 74% ذكور و 26% من الإناث. وقالوا أنه كل ما زاد المستوى التعليمي للمستهلك زادت معلوماته ومعرفته بأمور الطاقة، واستمرار الاستهلاك المحلي للطاقة يعرض المملكة لخطر كبير في المستقبل. تنضم لنا الباحثة سمر خان من بريطانيا. أهلا دكتورة سمر. أهلاً أخوك. يعطيك العافية. كأنك تقولين أننا حنا ناس مستهلكين للكهرب وما نرغب في الترشيد ونعرف أنه اللي قاعدين نسويه غلط، صح؟ للأسف الشديد نعم. أي. طيب إيش الحل برأيك؟ طيب إحنا لازم لما نتكلم دائماً عن موضوع ترشيد استهلاك الطاقة لازم نقول أنه الشعب السعودي مسرف جداً في استهلاك الطاقة بشكل عام وليس فقط في الكهرباء. يعني إحنا لما نتكلم عن الإسراف نتكلم عن إسراف في الطعام، في الماء، في الكهرباء والوقود السيارات برضو. فحتى أنا يعني بحكم وجودي في بريطانيا لفترة يعني طويلة بظروف الدراسة بسمع دائما الكثير من الطلاب عندي في الجامعة حتى ما صاروا يعني يعرفون إحنا غير المملكة العربية السعودية بلد الإسراف. في 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 مجالات كثير الإسراف يكون صح؟ اي والله ما هذا اللي بقول لك، هو احنا مسرفين في يعني في معظم اشكال الطاقه عندنا في السعوديه. طيب دكتوره، تحدثتي في الدراسه عن مخاطر كبيره جدا بتنتظرنا مستقبلا اذا استمر الاستهلاك الكبير في الفتره الحاليه، صح؟ اي اكيد. طيب تعطينا هذه المخاطر وشي؟ اكيد. بدايه انا احب اذكر انه ترى في دراسات كثيره اثبتت انه ومن ضمنها طبعا المركز السعودي لكفاءه الطاقه اثبت انه معدل استهلاك الطاقه في المملكه العربيه السعوديه بينمو وبيرتفع بمعدل خلينا نقول من 5-6% سنويا، وهذا الشيء طبعا يعني بيسبب في مخاطر كثيره. حابه اركز لك على نقطتين ممكن تكون مخاطر بيئيه ومخاطر اقتصاديه. طيب دكتورة أبغاها بشكل يعني سهل للناس، خلنا نوصل المعلومة بشكل سهل. يعني أكيد. المخاطر البيئية وش بتكون والمخاطر طيب اللي بتجي على النفط بعد وش أولاً بتكون؟ أولا لما نتكلم عن المخاطر البيئية مصطلح البيئة في الدول العربية عامة وفي السعودية خاصة ما هو يعني خلينا نقول هوت توبيك أو موضوع ساخن موجود عندنا في الدول العربية وحتى في السعودية، حتى في معظم المصطلحات المستخدمة من سنين في الدول الأوروبية أو الدول المتقدمة، يعني مثلا مصطلح الاستدامة اللي هم يعني مثلا كمان عندك مصطلح البيئة الخضراء الجرين انرجي، كل هذه المصطلحات بتستخدم من سنين لكن خلينا نقول أنه بدأ استخدامها حاليا يزداد في الدول العربية. لو ركزت كلامي عن المخاطر البيئية خلينا نقول أنه ارتفاع استهلاكنا في الطاقة حيتسبب في زيادة في استنزاف الموارد الموجودة عندنا، وبالتالي حيكون في زيادة في التلوث الهوائي. طبعا العواقب التلوث الهوائي دائما بتكون صحية واجتماعية. ولو برضو ركزت في موضوع المخاطر البيئية لازم نقول أنه معظم دول العالم حاليا بدأت بتعمل بجد بخفض نسبة استهلاك الطاقة حفاظا على البيئة، وبالفعل يعني نجحوا كثيرين، يعني عندك الولايات المتحدة الأمريكية، عندك اليابان، عندك دول أوروبا. معظمهم نجحوا، ولكن في نفس الوقت إحنا للأسف الشديد المعدلات بترتفع عندنا. طيب دكتورة سمر خان الباحثة في أمن الطاقة، شكرا لك على هذا البحث وننتظر أبحاث جديدة في بهالخصوص. وعندنا في الاستوديو أيضا أستاذ نايف الحربي. أنا بجي للجانب الإعلامي، كثير قاعدين نسمع أنه المركز السعودي لكفاءة الطاقة وأنه اقتصدوا في الكهرب، هل الرسالة الإعلامية ما وصلت للناس أو وصلتهم وهم يبغون يستجيبوا لها؟ الرسالة وصلت، والدليل أن 84% من السعوديين لديهم معرفة ولديهم دراية أن هناك إسراف. دول العالم 2% يستهلكون الطاقة على مستوى يعني سنوي. إحنا ذكرت الدكتورة من تقريبا 4-6، وهي بالحقيقة تصل إلى أكثر من هذا الرقم، إلى 8% الآن استهلاك الطاقة على مستوى العالم. نسأل إحنا لازم أن برضو عندنا ما يسمى برصيد الأجيال القادمة من الطاقة، يعني إذا كنا بنستهلك الطاقة بالشكل هذا وعددنا يتزايد، المملكة العربية السعودية يزود عدد السكان. وش ينتظرنا مستقبلا؟ نعم إحنا يزود المملكة العربية السعودية
تزود سنويا تقريبا 600,000 مولود في السنة. يعني لدينا 600 مولود، يعني كل سنتين نزود 1,200,000 نسمة. على المعدلات العالم. نعم بدم بنعم معدلنا الولادات، وهذا ما كشفت إحصائية وزارة الصحة. أيضا لدينا إذا ركزنا على هذا الجانب، إحنا تقريبا 44% كل أبونا شباب، يعني كل أبونا في مجال العمل، في مجال الوظيفة، في مجال الزواج، تقريبا 200,000. بس أنت مع الشباب ولا الشيبان؟ والله بينهم أنا يعني، لكن يبقى إن 44% كلهم الآن يعني في مجال العمل، لهم بيوت. طيب لهم ليش منازل. طيب ليش ما في استجابة لهالدعوات الكبيرة جدا والبحوث الكبيرة جدا؟ التثقيف موجود والبحوث موجودة. طيب لكن ما في تطبيق. إحنا يوجد لدينا دراسات، لدينا أبحاث ما يؤكد ذلك. حنا عندنا في الكهرب تجد الأيام الصيف وأيام الشتاء تختلف. الدليل أنك تستطيع، ترى بعض الدول عندها ما يسمى بالشحن زي شحن الجوال، تستطيع أن تشحن الكهرب على قدر حاجتك. يعني عندما تنتهي هذا الشحن ينتهي. في موجود في تركيا، موجود في بعض الدول العربية. تستطيع فقط العداد هناك شحن، إذا انتهت الشحنة النقود الموضوعة في الشحن يتوقف الكهرباء. لكن للأسف احنا نستخدم اللمبات يعني عالة التكلفة، اللي هي اللمبات الحمراء هذه، غير اللمبات البيضاء اللي هي سبوت لايت وغيرها. أيضا نجد كمية هائلة من الكهرباء كأنها محطة وقود وليست منزل. أيضا استخدام الغرف، تجد كل غرفة فيها مكيف سبلت، وتجد شخص واحد ينام في هذه الغرفة، 7 مكيفات باليوم. يجب أن يكون هناك يعني ترشيد، يجب هناك أن يكون الأطفال يكونوا في غرفة واحدة، الأسرة أيضا في نوع من التكييف اللي هو التكييف الصحراوي أقل تكلفة. طيب أيضا وسائل إعلام، سواء الإعلام الجديد. وش نقصنا عشان إحنا نوصل المعلومة للناس ونقولهم إنه الاستهلاك الكبير هذا ترى ممكن يضر البلد؟ أنا أعتقد إن شركة الكهرباء الآن تدرس إنها برفع يعني القيمة التكلفة الكهرباء. هذا اللي الناس ما تبغاه. لكن هل الناس ما تبغاه؟ لكن للأسف الناس اللي هو في الوقود، لاحظ الآن إسرافنا في الوقود السيارات. صحيح. لاحظ إسرافنا في الآن في الكهرباء بشكل قوي. لاحظ ان في الشتاء في الصيف هناك احمال قويه على مولدات الكهرباء وناقلات الكهرباء والاعمده وغيرها، نجد هناك تعطل للكهرباء بسبب الاحمال الزائده. ايضا حتى في ثقافتنا حتى ننقلها للعمل، للاسف تجد الواحد يخرج من الدوام ويترك المكتب. صح. كهرباء، تكييف وما الى ذلك. ايضا حتى الامانات والبلديات تشترك في ذلك، نجد الاناره في الشارع، تجد يعني الاعمده، الاسواق وغيرها. إذن المساجد الان في المساجد. طيب. الان في ما يسمى بالعازل، يتم وضعه في جزء من المسجد. صح. بحيث يتم استخدام فقط الجزء خاصة صلاة الفروض اللي هي صلاة. صح. الخمس. صح. بينما صلاة الجمعة نحتاج أن نفتح كامل المسجد. إذا نشترك فيه كقطاعات حكومية، قطاعات خاصة، أيضا أفراد، مؤسسات، يعني جميعا نشترك في هذا المعدل الذي أثر حقيقة. وأنا أتمنى، وهذا ما نؤكد على دائم، رصيد الأجيال القادمة من الطاقة، إذا كنا نستهلك الكهرباء بهذه الطريقة، كيف مستقبل 600 طفل يولدون سنويا بعد يمكن 20 سنة يكونون هم آباء، لديهم منازل، لديهم بيوت خاصة فيهم. نتمنى أن تتعدل ونكون أن نعدل ثقافتنا، أو يكون لدينا وعي وثقافة، وبالحالة هذه نكون مثل الدول المتقدمة. طيب بالأخ نايف الحربي الصحفي بجريدة المدينة، شكرا لك. شكرا لك. الله يعافيك. مع المرابطين على الحدود كاميرا الراصد، شاركتهم إفطارهم وصلاتهم وكل تفاصيل شرف حماية الوطن، نوقف معهم في كل تفاصيلهم خصوصا في هالأيام. ايوه وينضم لنا من نجران المراسل قناة الإخبارية الأستاذ محمد سريع. أهلا محمد. مرحبا عبد الله. يعطيك العافية، الله يقويكم. وياك الله يسلمك، حياك الله عبد الله. كيف زياراتكم للمرابطين على الحدود، وكيف تصف لي جلستك معهم وسوالفك معهم وفطورك معهم اليوم؟ بداية عبد الله دعني أحدد لك الموقع الذي تواجد فيه الآن، وهو المحطة الأخيرة التي يعني نتواجد فيها فريق قناة الإخبارية، وهو المركز الإعلامي الذي أنشئ من وزارة الثقافة والإعلام لخدمة جميع وسائل الإعلام سواء من داخل المملكة وخارجها. فيما يتعلق بجولتنا لهذا اليوم، منذ يعني الساعات الأولى من هذا اليوم تجولنا الحقيقة على امتداد الشريط الحدودي. لاحظنا كما هي العادة أسود الوطن و جميع القوات ممتدين على امتداد الشريط الحدودي، سواء من القوات البرية أو من حرس الحدود أو حتى من الحرس الوطني.
كنا معهم طوال هذا اليوم. الروح المعنوية عالية جدا، وهذا الحقيقة ما لفت انتباهنا أولا. ثانيا يعني لاحظنا الإمكانيات والمعدات عالية المستوى التي تتواجد معهم. على أذان المغرب هذا اليوم يعني تشرفت أنا وزميلي عبد الله الشيحان بتناول وجبة الإفطار مع جنودنا البواسل على الشريط الحدودي. كانت ألسنتهم يعني تدعو الله سبحانه وتعالى بأن يثبتهم وأن يحمي هذا الوطن. الشيء الملفت الحقيقة والذي يعني أشعرنا بسعادة غير عادية هو القرى الحدودية الموجودة على امتداد الشريط الحدودي. عند اقتراب غروب شمس كل يوم يتحدث لنا رجال الأمن أنهم يعني يتقدمون إلى الجنود المرابطين ويشاركونهم مادبة الإفطار ويعني يزودونهم بالعتاد. هذا الحقيقة التلاحم يعني شكل شيء من الترابط الموجود سواء من المواطنين أو حتى من رجال الأمن. فيما يتعلق بداخل مدينة نجران الأمور تمشي بشكل طبيعي وعادي جدا. الشارع النجراني يمارس حياته بشكل طبيعي. العشر الأواخر والأجواء الروحانية يعني أجواء الروحانية موجودة في كافة زوايا مدينة نجران. بدأ الأهالي والمواطنين يعني يتسوقون لقرب عيد الفطر المبارك. الأسواق مكتظة بالمواطنين أو حتى المقيمين الموجودين داخل المدينة. طيب مراسل قناة الإخبارية من نجران محمد السريعي، شكرا لك يا محمد. كثافة المصلين في الحرم المكي الشريف دعت الدفاع المدني اليوم إلى التنبيه بامتلاء المسجد وكثافة ساحاته بالمصلين، ودعوة المصلين قبل صلاة العشاء إلى التوجه إلى أقرب مسجد لهم وحرصا لعدم وقوع حوادث. يأتي هذا فيما وضعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برنامج الاعتكاف على موقع الرئاسة مشتملاً آلية تنظيم عملية الاعتكاف وأسماء المعتكفين في المسجد الحرام. خلونا نشوف. في خدمة تهدف إلى تنظيم عملية الاعتكاف والمعتكفين داخل المسجد الحرام، أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برنامجاً جديداً على موقعها على الإنترنت يحوي آلية تنظيمية لعملية الاعتكاف في المسجد الحرام وأسماء المعتكفين خلال فترة الاعتكاف التي تستمر حتى نهاية صلاة العشاء ليلة عيد الفطر المبارك. كما تم توفير خدمات مساندة للمعتكفين والمعتكفات تشمل خزانات رقمية لحفظ أغراضهم وتخصيص 6 بوابات لدخولهم، إضافة إلى تكليف مرشدين مزودين بمطويات تحوي تعليمات وإرشادات تتعلق بالاعتكاف والمعتكفين. ودعت الرئاسة من جموع المعتكفين إلى عدم إدخال الأطعمة والاكتفاء بإدخال الأغراض الخاصة المسموح بها والحرص على نظافة وقدسية المسجد الحرام وعدم التشويش على المصلين والتفرغ للعبادة والذكر واتباع التعليمات. ينضم لنا من الحرم المكي الزميل أيمن ثبيتي. أهلا أيمن. هلا والله، حياك الله معنا وكافة مشاهدي قناة الإخبارية في طيب. هذا البث الحي والمباشر من هنا من جوار المسجد الحرام. نعم. طيب كيف تعطينا اليوم كثافة المصلين والناس عندكم؟ هل الأمور ماشية وفق الخطط اللي مرسومة من قبل الدفاع المدني والجهات الأمنية؟ لله الحمد والمنة، يتمتع ضيوف الرحمن بكامل الخدمات التي تقدم لهم على مدار الساعة هنا في المنطقة المركزية وأيضا في المسجد الحرام. رغم كثافة الأعداد إلا أن الجهود الأمنية حقيقة يشار لها بالبنان، جهود أكثر من رائعة، التنظيم أكثر من رائع. الضيف الكريم عندما يصل إلى المنطقة المركزية متجها إلى البيت العتيق هناك أعداد كبيرة من الجهود التي تقدم لتيسير وصول هذا الضيف الكريم إلى المسجد الحرام ويؤدي العمرة بكل يسر وسهولة. اليوم وقبل صلاة العشاء هناك أعداد كبيرة من الرسائل التي استقبلها الهواتف المحمولة للمعتمرين وأيضا لسكان مكة المكرمة تحذر أن الحرم المكي الشريف حقيقة يكتظ بالمصلين، فالواجب على أهالي مكة المكرمة وكل من يتجه إلى المسجد الحرام أن يصلي في أقرب
مسجد له حتى تكون الكثافة أقل بعد صلاة التراويح أو أيضا بعد صلاة القيام. ضيوف الرحمن أيضا يتمتعون بكامل الخدمات من جمعية الهلال الأحمر، من الجمعية العربية السعودية للكشافة، من الدفاع المدني، وعلى رأسهم أيضا الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والتي تستنفر كافة وكامل طاقاتها الاستيعابية وأعدادها البشرية وطاقاتها الفنية والآلية مع هذه الأيام المباركة وهي أيام العشر. أيضا من الأشياء التي يجب أن نتحدث عنها في هذا البث الحي والمباشر، وهو أن يتعاون ضيوف الرحمن مع الجهات الأمنية في اتباع التنظيمات وأيضا اتباع كل السبل التي تهيئ لهم أن يؤدوا نسكهم بسلاسة ويسر. أيضا هناك بعض الأشياء، وهي أن يجب على ضيف الرحمن أن يتفرغ للعبادة عندما يصل إلى المسجد الحرام، ولا يشغلون الناس بالتصوير. بالأمس كانت هناك كلمة لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن أسديس، تحدث فيها أن على بعض ربما تكون السلوكيات السلبية التي تصدر عن بعض ضيوف الرحمن، وهي التصوير في المسجد الحرام، الانشغال عن العبادة، وهذا يعتبر من الأشياء التي لا تستحسن ولا ينبغي أن تكون في المسجد الحرام. فالضيف الكريم عندما يصل إلى هذه البقعة الطاهرة يجب أن يتجه إلى عبادة الله وحده، ولا ينشغل عن قراءة القرآن والاستغفار في هذه الليالي المباركات. أيضا عدم الصلاة في المشايات التي تؤدي إلى صحن المطاف، وهذا ربما يعيق أيضا ضيوف الرحمن للوصول إلى صحن المطاف. الجدير بالذكر أن توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، والتي تعد هي أكبر توسعة على تاريخ التوسعات المباركة التي يشهدها المسجد الحرام، حقيقة احتضنت أعداد كبيرة من ضيوف الرحمن على مدى شهر رمضان المبارك، ولله الحمد والمنة كامل. طيب. الخدمات تكون في هذه التوسعة المباركة. نعم. طيب أيمن، في أعداد أعلنها الدفاع المدني حتى الآن عن أعداد الموجودين الآن في الحرم؟ والله الأعداد يعني لم يصلنا أعداد بالشكل المباشر، وأعداد يعني تكون هي أعداد محددة لضيوف الرحمن، لكن ساحات المسجد الحرام وأيضا صحن المطاف وتوسعة الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله للساحات الشمالية هي تكتظ بضيوف الرحمن. لكن يعني نعيد ونكرر بأنه الجهود الأمنية أكثر من رائعة في التنظيم في هذا العام. طيب. تنظيم أكثر من رائع، الساحات سواء الشمالية أو الجنوبية أو الغربية مقسمة إلى مربعات، هذه المربعات هي يصلي فيها ضيوف الرحمن، وهذه المربعات أيضا تكون محاطة بأفراد من مدينة التدريب للأمن. صحيح. العام أيضا اللي نشكرهم عبر شاشة الإخبارية مع الجهات الخدمية التي تقدم لضيوف الرحمن. فالتنظيم لله والحمد والمنة رائع جدا. أشير أنه في هذا العام إطلاق عدد من الطرق الدائرية التي تغذي مكة المكرمة، طريق الدائرة الرابع، وأيضا نفق جرول اللي هو من شمال المسجد الحرام، أيضا يعتبر نفق رائع جدا، هو للمشاة مخصص، يغذي المسجد الحرام بالمصلين. فهذه المشاريع كلها لله الحمد والمنة. طيب. سهلت على ضيوف الرحمن. نعم. أن يؤدوا صلاتهم ونسكهم بكل يسر وسهولة. طيب من مكة المكرمة أيمن الثبيتي، شكرا لك أيمن، يعطيك العافية. الجوازات، وزارة العمل أطلقوا حملة لضبط العمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة بعد انتهاء المهلة التصحيحية الممنوحة للوافدين اليمنيين واللي امتدت لشهرين. أكدت الجوازات أن عدد المراكز اللي افتتحتها المديرية لتصحيح أوضاع اليمنيين وصلت إلى 49 مكتب حول المملكة، واستقبلت عشرات الآلاف من اليمنيين. وعشان نكمل في هالموضوع أكثر، ينضم على المقدم أحمد الحيدان المتحدث الرسمي المدير العام للجوازات. مقدم أحمد حياك الله. مقدم أحمد حياك الله. وش اللي بيصير الحين بعد الفترة الطويلة هذه من التصحيح في الفترة الماضية؟
أولا حياك الله وحيا الله جميع الأخوة المشاهدين ويبارك لهم العشر المباركات من شهر رمضان المبارك. طبعا بداية حملة التصحيح بدأت في 21 من شهر رجب وانتهت في هذا اليوم موافق 21 رمضان. بعدنا هذه المكرمة التي صدرت من خادم الحرمين الشريفين أتاحت للأخوة اليمنيين حاملي الجنسية اليمنية المقيمين بصورة غير نظامية على أرض المملكة العربية السعودية بمنحهم هويات جديدة وهي ما تسمى هوية زائر، وهي تتيح لهم التنقل داخل المملكة العربية السعودية وكذلك العمل. ستبدأ هذه المرحلة المحددة بستة أشهر لمن يحمل هوية زائر من تاريخ هذا اليوم ولمدة ستة أشهر قادمة. بالنسبة للمخالفين سواء من الجنسية اليمنية أو من غير الجنسية اليمنية فسيتم الضبط الميداني من قبل الأخوان المسؤولين في وزارة الداخلية ومن قبل الأخوان وزارة العمل. سيتم الضبط الميداني على أي مخالف لنظام الإقامة أو العمل، ومن ثم يتم إحالتهم إلى اللجان الإدارية في المديرية العامة للجوازات، وستصدر بحقهم العقوبات المترتبة على نوع المخالفة التي صدرت منهم. طيب يا ريت نعرف عدد اللي تم تصحيح لهم وضعهم في الفترة الماضية، هل عندك عدد تقريبي؟ لا في عدد دقيق الله يبارك فيك. طيب عطني عدد زين عطني. الذي تم تصحيح وضعهم من الأخوة اليمنيين وحصلوا على هوية زائر 338,352، وهذه الهويات صدرت عبر 49 موقع تابعة للمديرية العامة للجوازات. طيب. ومنتشرة في جميع المناطق. طيب في حال تم القبض الآن على أي مخالف لنظام الإقامة والعمل، وش الإجراء اللي تتخذونه؟ كما ذكرت لك المخالفات متنوعة وكثيرة، على كل مخالفة يترتب هناك عقوبة لهذه المخالفة. فمثلا الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص هناك العقوبة للمرة الأولى وفي حال تكرار المخالفة وفي المرة الثالثة. في المرة الأولى سيغرم بمبلغ 10,000 ريال وسيرحل، للمرة الثانية سيغرم 25,000 والسجن لمدة شهر وترحيل، وهكذا مع تكرار المخالفة تتشدد العقوبة على الشخص المخالف إلى أن تصل إلى العقوبة القصوى والمحددة ب100,000 ريال والسجن مدة سنتين والترحيل إن كان وافدا بغض النظر عن جنسية الوافد المخالف. طيب المتحدث الرسمي للمدير العام للجوازات المقدم أحمد الحيدان، شكرا لك يا أستاذ أحمد. بتشوفون معنا اليوم أيضا ولكن بعد الفاصل، التعليم تحفز الموظفين الإداريين ب15% للعمل بمجال الأمن والسلامة لديها. الأحداث العالمية على مدار الأسبوع. نحصدها في اليوم الثامن في الأوقات التالية. هاشتاق يمكن يزعل شوي، هو بعنوان تعدد الزوجات سر الحياة السعيدة. بالطبع أعرف أن كثير منكم ضد الهاشتاق هذا، أما الساكتين فهم المعددين. الهاشتاق تكلموا فيه عديد من المغردين، أنا بصراحة كثير حاولت أتجنب الهاشتاق هذا وجبرت مؤخرا. أول التغريدات كان سر الحياة التفاهم والاتفاق والتضحية من كل طرف، وحدة قد تغني عن 4 مجتمعات. منصور يفكر بطريقة فيها ابتكار شوي، يقول التعدد يساعد الزوج على الإنتاجية في العمل ويجدد نشاطه وطاقته ويمنحه مزيد من الراحة في المنزل. هذا المغرد من المغردين اللي قال كلام مختلف، ليس العبرة بالتعدد وإنما العدل هو شرط لمن يريد أن يعدد، فإذا لم يكن هناك عدل فهذا ظلم. التغريدة اللي بعدها ملاك تقول أنه ربما زوجة واحدة تغني عن 4، فاللي تسعد زوجها وفي سر جاذبيتها ودينها وأخلاقها
وثقتها بنفسها واهتمامها به هي سر السعادة وليس السر في التعدد. لمناقشة الموضوع هذا أيضاً معنا الدكتورة زهرة المعبي، مستشارة الصحة النفسية والأسرية. أهلاً دكتورة. دكتورة زهرة، يا هلا يا مرحبا، كيف حالك؟ طيبة؟ ايوه يا هلا. ايش رايك بالهاشتاج اللي في تويتر؟ يا هلا يا مرحبا، الله يحييك، كيف حالكم؟ الله يسلمك، ايش اخباركم؟ الله يسلمك. في الهاشتاج اللي في تويتر يقول الرجال اللي يبغى يصير سعيد يتزوج، برايك هذا الكلام صحيح؟ والله هي شوف السعاده يعني حاجه يعني تلقائية من الإنسان نفسه، إذا حابب إنه يكون سعيد في حياته فهو حيكون سعيد. والله لو أتزوج مو أربعة، لو أتزوج 44 زوجة على بعضهم ويطلق ويتزوج وهو ما هو سعيد ولا يبغى يكون سعيد بحياته، ما رح يذوق طعم السعادة. طيب ليه؟ لأنه السعادة تنبع من الداخل، السعادة إحساس بجمال الحياة، بجمال الإنسان اللي أمامه. إذا اقتنع بيها وقال إن هذه بتكون أم عيال وهي زوجته وزوجة المستقبل وهي مكفيته وموفيته وعايشة معاه في سعادة ووئام، فكان بها. والله إن لقى نفسه إنه مضطر إنه يتزوج زوجة ثانية لأسباب كثيرة، يعني الشرع يعني أباح له فيها، إنه إذا ما مثلا زوجته ما خلفت، إذا هي سيئة الطباع، إذا هي مثلا إنسانة ما يعني ما بتجاري في أمور الحياة، من حقه إنه طبعا يعدد حتى أن يستشعر السعادة مع الزوجة اللي هو يرتاح معاها. طيب دكتورة، إذا هو شعر بالأمان وبالإطمئنان وبالإحساس بالسعادة فعلا. طيب دكتورة، بس ما يقولوا أنه أتفضل أنا سامعتك. أي الحين النسوان بيزعلون منك أنه التعدد، أنت تقولين إذا الواحد مش مرتاح أنه يتعدد ما عنده مشكلة، صح ولا لا؟ هذا شرع الله، أنا ما بتكلم من عندي. مثنى وثلاث ورباع، وبعدين احنا بنطلب التعدد بناء على ايه؟ التعدد بناء على تكبر الاسره، تزوجوا الودود الولود، فاني مباهم بكم يوم القيامه، مباهم بكم الامم يوم القيامه. اضف الى هذا المراه اللي ما تخلف، يعني زوجها يقعد جنبها خلاص يقول هي ما تخلف، يعني انا ما اخلف، ما يعني ما يعمل له ذرية وأولاد يكون أسرة حتى لو بالزواج من زوجة ثانية، إلا طيب إذا كان هو متأكد أنه هو اللي ما يخلف، ساعتها لا يفكر أنه يعدد. أي بس دكتورة، ما تشوفين أنه الحين في الناس اللي تفكر بالزواج الآن من ثانية وثالثة يحاولون يقضون على الأنوثة الموجودة؟ هذا جزء من أسباب الحلول، إنه نحن للقضاء على العنوسة أو زواج المطلقات وبالذات الصغيرات، صغيرات السن اللي من سن 20 للـ30، هذول لو إنهم يعني تزوجوا معدد فأعتقد إنه هذه الزوجة هي البداية، إنها هي اللي توافق، لأنه كثير من البنات ما بيقبلوا بمعدد. راجل يكون عنده زوجة سابقة، ونحن بنمر يعني بالظروف هذه، يعني أنا أذكر أنا على سبيل المثال عندي استشارة. أيوة. جاني واحد هو متزوج زواج سري، أو بالأحرى إيش يسموه، مسيار، ما قبلت زوجته وهي أمامي بتقول له طلقني، أنا ما يطلقها يطلقني. قال لي طيب يعني ايش رايك الحين اطلقها؟ قلت له روح خذها واطلع برا، طلقها في الشارع، طلقها في المصعد، في السياره قدامي، في مكتبي، على مره ومسمع مني لا. انا ما اقبل، يعني ما يرضي. احنا ما نبغى خراب البيوت، بالعكس احنا نبغى اعمارها ونبغى المحافظه طيب عليها ونشر السعاده الزوجيه، وبعدين يعني نبغى روح الحياه الزوجيه. اي تفضل. أقول أتفضل. كمل معاها ولا طلقها يا دكتورة؟ لا، هي اللي طلبت الطلاق، لأنه هو طلق الزوجة المسيار.
أيوه. ولما هي نازل من المحكمه ومعصق قالت له طيب انا دحين انا ابغاك تطلقني. طيب دكتوره انت مع الزواج من ثانيه والان بدور على زوجه ثانيه. طيب دكتوره انت مع فكره الزواج من ثانيه وثالثه؟ انا مع الزواج من ثانيه ومن ثالثه ومن رابعه لاسباب اذا ما ارتاح واذا فعلا ما استشعر السعاده بس مو زواج فسقه يبغى يتزوج علشان عنده قرشين ويبغى يكون له اسره ثانيه وثالثه ويقول والله انا زوجتي ما هي مريحتي او زوجتي الثانيه ما هي مريحتي. لا هذا يعني ما هو مطلوب ولا هو مرغوب. ما شاء الله شوفوا الجو عندنا حلو في جده. يا الف مرحبا بكم تعالوا شرفونا. طيب هذه رساله الدكتوره زهره المعبي انه الواحد يتزوج ثانيه وثالثه ورابعه ما هي برسالتي. الدكتوره زهره المعبي شكرا جزيلا لك ويعطيك العافيه. لا ما تمسك علي اذا يا دكتورة هذا كلامك مو كلام. اذا في اسباب اي اوكي بس كلام في اسباب ما إذا خلفت في اسباب انه الواحد يتزوج. لا انا اقول لك اذا في اسباب ما خلفت ما هي مريحته. طيب يعني هو يعني ما بينهم تكافؤ دكتورة. لا مادي ولا تكافؤ معنوي ولا تكافؤ اخلاقي. هي تفكر في موضوع هو يفكر في موضوع. ترى احنا في الثلث الاخر من الليل النسوان بيدعون عليك. لا ما هرب من المسؤولية. انا بتكلم انا على قد قولي انا الله يسعدك ان شاء الله. يعطيك العافية دكتورة زهرة شكرا لك. تستعد وزارة التعليم لتحوير وظائف المراتب من الخامسة في مادون الى مراقب امن وسلامة استجابة لحاجة الوزارة لوظائف مراقبين امن وسلامة داخل مدارس البنين والبنات. وطبقاً للعرض المقدم من مدير عام الأمن والسلامة المدرسية بالوزارة لوزير التعليم بشأن حاجتهم إلى مراقبين أمن وسلامة داخل المدارس بعد التدريب والتأهيل حتى يحصل على اللي يشتغلون على هذه الوظائف على مميزات العاملين في مجال الأمن والسلامة واللي توصل إلى صرف 15% طبيعة عمل تضاف إلى راتبه. هيئة مكافحة الفساد نزاهة يقولون جتهم بلاغات من عدد من المواطنين بسبب تعثر عدد من المشاريع المدرسية بمنطقة المدينة المنورة. وتبين الهيئة تعثر تنفيذ 5 مشاريع مجمعات مدرسية للبنين والبنات بالمنطقة. وفي الناحية الأخرى في محافظة الأحساء أيضا تبين تعثر عدة مشاريع. وطلبت الهيئة من وزارة الشؤون البلدية والقروية تحقيق وتحديد المسؤولين عن تأخير تنفيذ هالمشاريع للاستفادة منها في الغرض المنشأة لأجله في خدمة المواطنين. صندوق تنمية الموارد البشرية يقول أن اللي يشملهم حافز بيودع في حسابهم يوم الثلاثاء الجاي مخصصهم المالي في 27 رمضان بدل من 5 شوال يعني بعيدون عليهم بدري. كان الصندوق أعلن أنه بيعفي المستفيدين من البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل حافز من التسجيل الأسبوعي على موقع البرنامج خلال إجازة عيد الفطر خلال الفترة من 23 رمضان حتى يوم الخميس 7 شوال 1436. نروح فاصل ونرجع بعد الفاصل. في صفحة ما وعلى صحيفة ما كلمات تكتب وكاتب كلمات يرمز إلى شيء تارة وتارة ترمز إليه الأشياء عندما يتحدث القلم. تابعونا في الأوقات التالية. لحماية نادي الاتحاد في جدة من عقوبات دولية في حال أنه ما سدد الديون اللي عليه وافقت الرئاسة العامة لرعاية الشباب على مقترح الإدارة الاتحادية بتمويل مالي بضمان عوائد الدخل التلفزيوني 5 سنوات جاية. تمت
دراسة الأمر من كافة الجوانب القانونية، وأصدرت الرئاسة موافقتها على هذا المقترح. الله يعين الاتحاد على الديون. اللي يدورون على مساجد فيها نفس قديم ويبغون يحسون بالعبق التاريخي، نبشرهم أن أهل جدة مرممين واحد من أقدم المساجد بعد أعمال ترميمية جدا كانت مميزة بعد نهاية المشروع. بعد 3 أعوام من أعمال الترميم، أعيد افتتاح مسجد الشافعي القديم بجدة للمصلين، والذي يعود تاريخه إلى عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كما عملت أمانة جدة على افتتاح معرض مصاحب يحوي صورا لمراحل إعادة ترميم المسجد للزوار، ليصبح أحد المعالم الهامة في المملكة. يعد الجامع العتيق ويسمى كذلك مسجد الشافعي أحد أهم المساجد التاريخية في جدة التاريخية والمملكة العربية السعودية. تشير المصادر إلى أن هذا المسجد أقيم في عهد ثاني الخلفاء الراشدين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبحسب مصادر ذات صلة فإن أول عمارة رئيسية للمسجد حدثت في عهد السلطان المظفر شمس الدين يوسف. وقد ساهمت بلدية جدة في عملية ترميم المسجد بالتعاون مع جهات حكومية أخرى. تولى تنفيذ المشروع شركة المنشآت التراثية، وذلك بإشراف فني من أمانة محافظة جدة التي قدمت كل الدعم الفني المتخصص، وبشراكة كاملة مع الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. وأنجزت عملية ترميم مسجد الشافعي مع مسجد آخر هو مسجد المعمار في جدة التاريخية أيضا. يشار إلى أن عملية الترميم كلفت نحو 7 ملايين ريال. صورة أخذناها من صحيفة المواطن تقول سودة عسير اليوم مكتسية بالبرد، أجواء باريسية في المنطقة الجنوبية يقولون. مع السلامة. جعلها الله أمطار خير وبركة يا رب العالمين، أمطار غزيرة جدا.